حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، جايب لكم النهاردة مفاجأة جميلة. ازاي اتدرب على اسئلة الامتحان؟ هنبدأ بالسؤال مهم جدا جدا، choose a correct answer. عندك اربع خيارات وانت لازم تختار اجابة صحيحة. طب هختار ازاي يا مستر؟ لازم يا حبيبي تفهم كويس المعنى، معنى الجملة عايز منك ايه. I am نقط، I need juice، انا اكون ايه، احتاج بعض من العصير، يبقى اكيد I am ايه، thirsty، عطشان، صح كده. What's your subject؟ ما هي ايه مادتك ايه؟ اكيد المفضلة favorite. She is to ride the bus. احنا خدنا وحدتين كاملين على future am او is او are going to. I am going to. He is going to. She is going to. It is going to. They are going to. We are going to. You are going to. She is a going. Excellent. She tickets. هي ايه للتذاكر؟ اكيد اشترت تذاكر. Went. ذهبت. Bought. اشترت. Shopped. خرطت. Drank. شربت. يبقى الإجابة صحيحة بوت. نمبر 5، she going to visit a friend. she am مش ممكن، I am. she are لا طبعا، they we you أي جامع، are they are we are you are، لكن be will be ينفع، لكن she لازم يكون معاها is. إجابة صحيحة she is going to. They have in the morning. هم يتناولوا ايه في الصباح؟ breakfast فطار، lunch غدا، dinner عشاء، spring ربيع. طبعا spring مش هينفع، محدش بياكل الربيع طبعا. They have breakfast فطار. We didn't space a show. didn't المصدرية، didn't المصدرية يعني ايه يا مستر؟ بعد didn't لازم يجي الفعل في ايه؟ في المصدر. we didn't see a show. excuse me حافظينها كلنا، معذرة. excuse me I am looking for the museum، ببحث عن المتحف. they see a film at the، هم يروا الفيلم فين؟ في المستشفى، في السينما، في الشاطئ، ولا في المتحف؟ أكيد طبعا سينما. he is لسه قايلين من شوية. I am، he وشي وإت، is they we you are. did she did المصدرية، didn't المصدرية، يبقى في did و didn't المصدرية. did she play. my sister up the clothes. excellent. تعلق الملابس، hung up the clothes. اوعى تنسى، لكن made the bed، set the table، did the laundry، اوعى تنسى. number 13، علي didn't. didn't تاني يا مستر، didn't المصدرية خلاص، يبقى didn't eat. they are، يا مستر في going تنفع، going to، لكن went مش هينفع بعد or، goes مش هتنفع بعد or. طب اختار انه واحدة. الزمن بيقول لك يا حبيبي am is are going to، يبقى لازم تلاقي التلاتة مع بعض. I am going to، is going to، are going to، يبقى الإجابة الصحيحة letter B going to. منى watered، منى روت. روت ايه؟ planes الطائرات، plants النباتات، chairs الكراسي، clocks الساعات، and brushed her hair، وكمان مشطت شعرها بالفرشاة. أكيد طبعا روت النباتات plants. did he، did المصدرية يا مستر، بس ركز يا حبيبي هنا يا حبيبي، الأربع أفعال في المصدر. طب أعمل إيه؟ هشوف المعنى. did he the pets، pets يعني حيوانات أليفة. طب did he، هل هو feed، يطعم الحيوانات الأليفة، climb يتسلق الحيوانات الأليفة، laugh يضحك الحيوانات الأليفة، sweep يكنس
الحيوانات الأليفة. أكيد طبعاً الإجابة الصحيحة في the pets. He went on خدناها في الوحدة الثانية. Went on a ride يركب الملاي. Excellent. My mother the table for dinner. Went تنفع went. ذهبت الترابيزة. Hung علقت الترابيزة. Did فعلت الترابيزة. Set جهزت الترابيزة. أكيد طبعا set the table. Did the laundry. Hang up the clothes. Go on a ride. She two stories. Climbed. Washed. Listened. Left. هي ايه بتعمله للقصص؟ Climbed تتسلق تسلقت. Washed غسلت. Listened استمعت. Left ضحكت. أكيد طبعا listened to stories. Let's المصدرية بخدنا did و didn't و let's لازم يجي ورام الفعل في المصدر. Let's get some juice. Eat some juice. Slide some juice. Cry some juice. Let's نحضر يحصل على. Let's get some juice. What did she did المصدرية يبقى على طول do. وقف دلوقتي الفيديو وجهز ورقة وقلم واكتب معايا إجاباتك وبعد كده اتأكد من إجاباتك من خلال الشرح. I space going to ride the bus. I A I R I where I is I am. أكيد طبعا I am لكن he was she was is they are لكن where did بتاعت الماضي كانوا they were we were you were. بس لازم ألاقي كلمة تعبر عن الماضي. Yesterday last ago علشان أستخدم was أو where. Turn right اتجه يمينا. The museum is on the left. خدنا على طول مع اليسار واليمين نستخدم on the left. On the left على اليسار. On the right على اليمين. Did you sleep the floor? Did you set the floor? Did you sweep the floor? Did you send the floor? Yes. Did you sweep? تكنس الأرضية. What is he? احنا خدنا am with are. تنطقنج. Am with are. Verb ing. طبعا عندي في اتنين فيهم ing يا مستر. Going و going to. ارجع للقاعدة بتاعت التلاتة لازم يكونوا مع بعض. من هم التلاتة مع بعض؟ Am going to. Is going to. Are going to. ملاحظ ان I am going to. He, she, it is going to. They, we, you are going to. يبقى اجابتك الصحيحة هنا going to. My mother hangs up. ماما بتعلق ايه؟ بتعلقك انت؟ لا طبعا بتعلق clothes الملابس. Rubbish القمامة. Bins الإقلام. Groceries البقالة. أكيد طبعا إيه clothes الملابس. They tickets to go to the cinema. عملوا إيه للتذاكر علشان يذهبوا إلى السينما؟ Bought اشتروا. Wake حدث حافظينها. Wake up منى. مفيش منى بس wake up يعني يستيقظ. It's time for breakfast. They are خلاص حفظناها يا مستر. Going I'll ده اختصار ل will المصدرية. I will يبقى في خدنا did مصدرية. Didn't مصدرية. Let's مصدرية. I'll make the bed. I'll make the bed. 31 She spaced the bits yesterday. خدنا ثلاث وحدات يا حبايبي في الماضي البسيط. Yesterday last ago لو فعل منتظم دي او اي دي او اي اي دي. لو فعل غير منتظم لازم احفظه. Feed fed see so buy bought ride rode drink drank go went. طب هنا الاجابة الصحيحة fed. ليه مستر؟ عشان في yesterday لازم استخدم اي دي او تصريف تاني ولو النفي فيه يبقى didn't.
Ali is going to an email. Ride, rides a bus. Cook, cook breakfast. Visit, visit a friend. Send, send, يرسل. يرسل بريد إلكتروني. Send an email. They didn't, حفظناها يا مستر خلاص. Didn't, المصدرية. Didn't see. Kebab is a, is a نوع من أنواع الكباب يا حبايبي. Meat. What kind of juice? Do ولا did ولا am ولا are؟ طبعا am مش هتنفع عشان you. طب are ممكن تنفع بس لو في verb ing. في هنا ing يبقى are مش هتنفع. طب do ولا did يا مستر؟ did تنفع يا مستر بس في yesterday في last في ago مفيش يبقى مش هتنفع did. يعني علشان استخدم did في سؤال زي كده لازم الاقي yesterday او last او ago. يبقى الاجابة الصحيحة do. What kind of juice do you want? It's so I'm really thirsty. الجو بيكون ايه اللي بيخليك تشعر بالعطش؟ اكيد طبعا hot. He is going to visit, buy, take, send. هو سوف للصديق. Buy يعني يشتري. Take يأخذ. Send يرسل. Visit يزور. Visit a friend يزور صديق. Where the library. أختار إيه مستر؟ تعال نفكر كده يا حبايبي. Where دي بتيجي مع الجمع. Library مفرد. دو بتيجي مع الجمع ولازم يكون معاها فعل في المصدر. مش موجود. إز بتيجي مع المفرد وآر مع الجمع. يبقى الإجابة الصحيحة إز. Where is the library? We are or where. Am is are. Verb ing. Where is having beans and eggs. My father's brother. يعني إيه مستر my father's brother؟ ترجم من اليمين كده. أخو بابا. يقرب لك يا حبيبي. Uncle. Excellent. عم. عمك على طول. Are you. Are you. لو في فعل يبقى فعل ing. لو في اسم أهلا وسهلا ينفع. لو في صفة مرحبا بالصفة. لو في حرف جر كويس جدا. يبقى بعد are ممكن أستخدم واحد من الأربعة. فعل ing صفة او اسم او حرف جر. هتستخدم ايه حبيبي هنا؟ الصفة موجودة كلمة sure متأكد. It's across from the library في الجهة المقابلة. ما تنساش next to. Next to across from. I plant flowers in the spring. عندي تلات اجابات ينفعوا صح. I am تنفع. I was تنفع. I will تنفع. لكن هاز مش هتنفع غير مع هي وشي ويت. طب اختار انه واحدة. نرجع للي احنا قلناه. قلنا am was are فعل في ing مش هينفع. Was مع yesterday او last او ago يبقى مش هينفع. هستخدم مين؟ will المصدرية. بعد will يجي الفعل في المصدر. ما تنساش مستني سبسكرايب الان. فعل الجرس للكل لكي يصلك كل جديد كمان. What's your sport؟ ما هي favorite sport؟ حلينا شبهها من شوية. She is going to ride the bus. خلاص احنا بقينا متميزين. What هنا في you وفي فعل ing وبختار على طول are. I didn't. Didn't المصدرية يا مستر. Didn't play. We can a mountain, climb a mountain, win a prize, have lunch, take a photo. إجابتك climb. What of juice do you want? What long مش هينفع خالص. بعد what دي لازم يجي اسم أساسا. What kind ما نوع. What about ماذا عن يجي وراه verb ing أو اسم. لا ده هنا في حرف جر يبقى مش هينفع. واتباو.
What time? What time is it? محتاجة فعل مساعد، مش هينفع. What time of juice؟ طب تنفع ما وقت العصير؟ أكيد طبعا مش منطقية. يبقى الإجابة صحيحة What kind of juice يا مستر؟ خدناه في المحادثة. ما نوع العصير؟ What is your favorite color؟ What is your favorite color؟ What's your favorite subject؟ What's your favorite sport؟ She tickets last week. She last يا مستر، فكرنا شوية. Yesterday last ago. اختار الفعل الاخر ايدي يا مستر، ما قدامك الاختيارات، ما فيش ولا حاجة فيها ايدي. ما هو ده اصلا يا حبيبي فعل غير منتظم، لازم احفظ. باي ايه الماضي بتاع باي؟ بوت. وهنا محتاج تصريف تاني عشان في last، يبقى استخدم بوت. He listened to stories. Yes he did. هستخدم ايه؟ did ولا does؟ طب الإجابة فيها مين؟ did صح؟ مش مكتوب لك yes he did، يبقى السؤال لازم يبدأ ب did. طب لو الإجابة yes he does كان هيبقى السؤال إيه؟ does. لو الإجابة yes he is والفعل بعد كده هيكون في السؤال ing، يبقى السؤال بادئ ب is. طب لو الإجابة yes he will يبقى السؤال بادئ ب will. لازم تركز ما تتسرعش، تقرأ الجملة للنهاية. الإجابة الصحيحة did. I go to the beach in the because it's hot. Go to the beach in the أذهب إلى الشاطئ في أنهي فصل يا حبايبي؟ فصلنا المفضل كلنا in the summer. I'm thirsty. I need إيه؟ أنا عطشان. أحتاج إيه؟ حيوانات. colors ألوان، water مية، food طعام. تختار إيه؟ أكيد طبعا عطشان أحتاج إيه؟ water. he want إيه want دي يا مستر؟ want دي يا حبيبي اختصار لكلمة مين؟ will not. will not المصدرية. يبقى خدنا did didn't let's can will want المصدرية. want go to the beach. Want to go skiing. Want to build a sandcastle. لازم مصدر. She is to ride the bus. Going to ride the bus. He tickets yesterday. تصريف تاني على طول. Boat. What did she? مصدرية يا مستر. Cook. What did she cook? لو عجبك الفيديو like. وكمان منتظر منك comment جميل. وتشوف أحلى حاجة عجبتك في الفيديو وتقول لي هي إيه. What's for breakfast؟ ماذا لدينا في الفطور؟ I am going to المصدرية. طب ما send تنفع، eat تنفع، drive تنفع، try كلهم مصدر يا مستر. طب email send an email. Let me help you. Let me help you. دعني أساعدك. Hiba won. Hiba فازت ب a smile ابتسامة. Prize جائزة. Plane طائرة. Tree شجرة. Won a prize فازت بجائزة. سهى buy a ticket last week. سهى تنفع إيه؟ تعال نشوف كده مع بعض. تنفع don't؟ مش ممكن طبعا. I و they و we و you ياخدوا don't. طب تنفع doesn't؟ تنفع في المضارع طبعا. طب تنفع isn't؟ طبعا تنفع، بس لازم يكون وراها ing. طب في هنا ing؟ لا ده في باي مصدر، يبقى مش هتنفع isn't. يبقى انا عندي في doesn't ممكن تنفع بس في المضارع، والكلام ده ماضي. عرفت ازاي ماضي؟ في last يا حبيبي، last week. يبقى لازم استخدم didn't buy a ticket last week. يبقى لو شفت last هفكر في تصريف تاني، هفكر في فعل اخره دي، هفكر في didn't المصدرية. are مع مين؟ are they رغينا فيه كتير قوي. he و she و it is. I am I out the rubbish. تتخلص من الزبالة. took out the rubbish. made the bed. fed the pets. sit the table. وقلنا قبل كده الستات ما بتتغيرش.
set set الماضي بتاع set set ما بيتغيرش يعد أو يجهز. I want to drink أنا عايز أشرب. أشرب يا حبيبي. I am a thirsty أنا عطشان. Let me help you mom. She في ing يبقى لازم يختار is. طب ما فيش is في isn't صح. I drink from أنا بشرب من إين؟ إكسلان زجاجة يعني بوتل. She is going to رغينا فيها كتير. Set the table فعل في المصدر. Set the table. الملزمة موجودة في جانب المدرسة لو حابب تطلع عليها. موجودة بجانب المدرسة مكتبة الأوائل مكتبة باور برينت. We didn't a mountain yesterday. Didn't المصدرية. A mountain نستخدم معها يتسلق. We didn't climb a mountain. They go to school next Sunday. Next يعني القادم. Next Sunday يعني الأحد القادم. ده future ده مستقبل يا مستر. خدنا له حاجتين يا حبيب. Am أو is أو are going to. دي أول حاجة. تاني am أو is أو are going to. لازم التلاتة مع بعض. am going to is going to are going to. طب والحاجة التانية will زائد الفعل في المصدر. طب تعال نشوف الجملة بتاعتي. they are هو تنفع they are. اه طبعا they are going to go سوف يذهبوا بس مش موجودة. going مش محتاجة مش موجودة. are يبقى going غلط. is going مش هينفع طبعا. is going مع he وشي وات ومحتاجة تو وما فيش تو في الإجابة. went تنفع went يا مستر بس لازم يا حبيبي ألاقي yesterday و last ago وما لقيش go الموجود عندك. يبقى الإجابة الصحيحة well على طول. I am looking the music room is it for look at ينظر إلى look for يبحث عن. طب أنا بعمل إيه عن لحجرة الموسيقى ببحث عنها look for. I'll ده اختصار ل will. I will إيه مصدرية يبقى إيه الإجابة make the bed. I will make the bed. I'll make the bed. She is or she's ing going على طول. She's going to ride the bus. صح صحين معايا. He tickets. He bought tickets على طول. What you بتاخد مين. Are what are you going to do. I am thirsty. I want some water. She is excellent. He is thirsty. He wants to drink some water. ما فيش water. يشرب ايه طيب. يشرب ميت لحمة بيتزا حد بيشرب بيتزا تربه في الخلاط ولا ايه بوب كورن فشار ولا جوس عصير. اكيد طبعا جوس. go class 3a is on your right. go a go street شارع ولا go straight مباشرة ولا go strong قوي ولا go long طويل. اكيد طبعا go straight امشي بشكل مستقيم اذهب بشكل مستقيم. he is going to send a friend يرسل صديق. buy a friend يشتري صديق. eat a friend يأكل صديق بالهنا والشفا ولا visit a friend. اكيد طبعا visit يعني يزور. we pick apples in the fall. we will. they are going to المصدرية ride the bus. I the table for dinner set the table. what kind of juice رجب want رجب يعني he. طب اختار ايه يا مستر. مش هينفع am مش هينفع are. طب رجب ياخد do لا do مع I و they و we و you. طب في does مع هي وشي وات بس مش موجودة. يبقى الإجابة صحيحة did.
اوعى يلخبطك في الامتحان، احنا حافظين what kind of shoes do you want، بس انا هنا غيرت لك الفاعل، كتبت لك اسم واحد تاني، يبقى لازم اركز هستخدم ايه، ايه المناسب، دو مع الجمع وداز مع المفرد، بس مش موجودة داز، يبقى هستخدم did في الماضي. It's so I am really thirsty. It's so hot. حليناها كتير أوي. My mother is going to hang. Hang إيه؟ Hang up طبعا تعلق الملابس. She is to ride the bus. She is going to ride the bus. Did he مصدرية. Did he have. يا مستر هي بتاخد has. حبيبي ما احنا قلنا did المصدرية. طب he had. حبيبي ما احنا قلنا did مصدر. Let's المصدرية. كلهم مصدر يا مستر. اشوف المعنى. جوس يعني عصير. هعمله ايه العصير؟ اكيد drink. Let's drink juice. He went on a ride. Excellent. He tickets. بيعمل ايه للتذاكر؟ ايه اكل التذاكر بالهنا والشفا؟ drank شرب، عملهم عصير وشربهم. wrote كتب ولا bought اشترى؟ اكيد طبعا bought tickets. so he won a prize فازت بجائزة. طيب في سؤال تاني؟ لا هو ممكن يجي choose او يجي fill in the gaps. ده او ده اهلا وسهلا بيه، احنا شطار مش بنخاف من اي حاجة. هقول لك على طريقة بسيطة جدا، هقرأ الكلمات الموجودة في الصندوق الاحمر وترجمهم. يعني ايه ات؟ اكل، كوكت طبخة، بوت اشترى، دش طبق، فيش سمك. ابدأ اترجم. My mother has a fish. ماما لديها سمكة. Father likes fish. بابا بيحب السمك. Mother puts the fish on a. ماما تضع السمكة على ايه؟ اكيد طبعا على ايه؟ طبق. dish. يبقى الإجابة الصحيحة dish. The dish is full of crabs. يعني الطبق ممتلئ بالكابوريا. She ate lunch for father. عملت ايه اللي الغدا لبابا؟ اكيد طبعا ايه؟ طبخته البابا بالهنا والشفا. هياكل سمك وهياكل كابوريا يا حبايبي، انا بحبهم قوي. فاذر ايه؟ طب فاذر عمل ايه للعيش؟ هيخش فاضي وماما تعبانة، ده كله بوت اشترى لها عيش، فرحت قوي اكيد طبعا بالعيش. هي ايه ده اكل السمك مع الكابوريا وحده من غير ما يقول لنا. Mother bought a spoon to have rice. ماما اشترت معلقة كمان عشان تاكل ايه؟ خب بتاكل الرز يا حبايبي. Fish was my mother's favorite. ماما طعامها المفضل هو ايه؟ السمك. هنعمل ايه؟ هنقرأ الكلمات اللي فوق. yard يعني فناء، busy مشغول، lazy كسول، hanging يعلق، خدناه hang up the clothes فاكر، put يضع. everyone is today كل واحد ايه اليوم؟ كل واحد فناء ولا كل واحد مشغول ولا كل واحد كسول ولا كل واحد يعلق ولا كل واحد يضع؟ اكيد كل واحد مشغول busy. منى's grandmother. جدة منى is ايه؟ بتعمل ايه للملابس؟ hanging up the clothes. the pets are in the. الحيوانات الاليفة موجودة فين؟ in the yard eating their food. بياكلوا طعمه. منى's brother is doing the laundry. اخو منى بيساعد مامته بيقوم بالغسيل. منى is in her bedroom making her bed. منى في غرفة النوم بتاعتها بتعمل ايه؟ بتجهز السرير. منى's brother is ايه؟ the groceries.
put away the groceries. يعني putting away the groceries يضع البقالة في مكانها. مركزين هنا ان في am او is او are يبقى في فعل اخره ايه؟ ing. سؤال كمان: tent خيمة، climbed تسلق، sunrise شروق الشمس، made صنع، breakfast فطار. Yesterday we were at the campsite. بالأمس كنا في المعسكر. We ate a mountain. Climbed a mountain طبعا. My mother the breakfast. ماما عملت breakfast. Cooked breakfast. ما فيش cooked طيب. في كلمة ايه؟ made. يبقى يستخدم made. في خطأ عندنا معلش. يبقى يستخدم ايه؟ made the breakfast. My father cleaned the tent. We all watched the sunrise. مع مستر نصري مفيش مستحيل. الملزمة موجودة في مكتبة باور برينت بجوار مدرسة بيبرز. سؤال كمان: swim, spring, hot, go, cold. swim يعني يسبح، spring الربيع، hot حار، go يذهب، cold بارد. There are four seasons in a year. يعني يوجد أربع فصول سنة في السنة. They are summer, fall, winter and هما إيه؟ الصيف والخريف والشتاء وإيه كمان؟ spring الربيع. It's نقط in summer. الجو بيكون عامل إيه في الصيف؟ hot. Excellent. In summer we go to Alexandria. في الصيف نذهب إلى الإسكندرية. We ate in the sea. بنعمل إيه في البحر؟ Yes, swim. نسبح ونبلبط فين؟ في البحر يا حبايبي. In winter, we go to الأقصر and أسوان عشان الجو بيكون معتدل في الأقصر في الشتاء. سؤال كمان: tennis. كرة التنس. And و likes يحب، بس اللي مع مين؟ مع هي وشي وات. لوبستر فاكرين يعني ايه؟ استاكوزا، بلستر واوا او بثرة او فقاعة. بلستر. My name is Rajab. I have one brother four sister. And طبعا and four sisters. My father likes بيحب السباحة. My sisters like playing بيلعبوا ايه؟ تنس. Excellent. My mother is cooking بتطبخ ايه للعشاء؟ لوبستر، استاكوزا ولا واوا؟ اكيد طبعا الف سلامة على الواوا، مش هينفع طبعا، لازم اطبخ ايه؟ استاكوزا. visit يزور، breakfast فطور، listened استمع، home بيت، climbed تسلق. last summer منى and هدى went to a camp. الصيف الماضي منى وهدى ذهبوا إلى معسكر. they woke up at 6 o'clock. استيقظوا الساعة 6 صباحا بالضبط. زي هاد ايه؟ اكيد طبعا مين؟ breakfast فطار. زي هاد bread, beans and eggs for breakfast. منى to music. listened برافو. هدى a mountain, climbed a mountain. they watched the sun rise. they went at 6. They were happy. أكيد went home. رجعوا بالسلامة. ونركز. They went home. رجعوا ذهبوا إلى البيت الساعة 6. مش هينفع أقول went visit. went يعني ذهب. وvisit يزور. ركز في المعنى كويس. fill in the gaps. cards. كوتشينة. tent. خيمة. شيز جبنة. دو كلايمن. دورك دلوقتي منتظر إجابتك على الخاص أو
لما نرجع المدرسة يوم الأحد إن شاء الله، إجابتك في ورقة جاهزة وممكن تبعتها على الخاص بتاعي نتأكد من إجابتك. لو أنت متميز do your homework، أعمل الواجب. أوكي. I went to a camp yesterday. I cleaned. Yes, the tent. My friend climbed a mountain. We had cheese. Yes, we played. لعبنا cards. طبعا دول محلولين في سايب لك في نهاية الفيديو كام واحدة. لازم تركز كويس كويس في الحل. lazy كسول، barbecued مشوية، busy مشغول، laundry غسيل، putting يضع. I have a small family، لدي عائلة صغيرة. my family are busy today، الأفراد بتاعة العيلة مشغولين اليوم. my mother is cooking chicken. cooking ايه؟ اكتب ايه؟ barbecued chicken. excellent and right. my father is put away the groceries، يضع البقالة في اماكنها. I am doing the do the ايه؟ I am doing the laundry. فاكرين do the laundry. ده التحدي بتاعك قدامك دلوقتي. وقف الفيديو، اكتب اجاباتك بالاسئله وبعتها لي على الخاص، وهنقول اسمك ان شاء الله في الفيديو القادم. ابطال الصف الخامس. طب دول بس يا مستر؟ لا، في تحدي كمان دلوقتي قدامك دلوقتي. يبقى في اربع اسئله حتى الان، واكيد طبعا مع مستر نصري مفيش مستحيل. جود باي، سي يو سون. انتظروني بالأسئلة.